بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المرأة لتسمين العجول أبقار حلاب. حلقة اليوم هنتكلم عن أفضل الأدوية لعلاج الإسهال عند العجول والأبقار الحلاب. هنتكلم الأول عن أسباب وعلاج الإسهال، الأسباب اللي تؤدي إلى عملية الإسهال، وهنقدم برضك العلاج، وفي النهاية هنقدم نصائح عامة للوقاية من الإسهال، وهنقول برضك أنواع الإسهال، الإسهال العادي والإسهال المزمن. بس قبل ما نبدأ في الحلقة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قبل ما نبدأ في الفيديو إن شاء الله، أتمنى كل من كل مشاهد أترك اسمك واسم بلدك، تعرف على بعض، يعني اترك اسمك واسم بلدك واعمل اعجاب بالفيديو. هنتكلم عن افضل الادوية لعملية الاسهال عند العجول. الهدف من كل مربي، الهدف من تربية العجول عندنا وعندك انت وعند كل الناس وعند كل المشاريع، الهدف هو رفع معدلات التحويل. ومن اسباب تدهور عملية التحويل هو عملية الاسهال بتنسف وزن العجل، فلابد ان يكون انت على توعية او على معلومة بيها ازاي تتعامل لو وجدت عندك عملية الاسهال عند العجول. هنعرف الاسباب الاول، تمام؟ الاسباب ممكن يكون سبب تغذية. ازاي تقول لي هو سبب العجل يسهل بسبب التغذية؟ هو التغيير المفاجئ في العلفة، التغيير المفاجئ في العلف. على سبيل المثال انت بتأكل العجل علف وتب ودريس، فجأة كده قدمت العجل برسيم، البرسيم محتوى على كمية كبيرة من المياه، تمام؟ يعني البرسيم 30% مادة جافة و70% مادة اللي هي المي، تمام؟ طيب انت كده غيرت تغيير مفاجئ في العلفة بسبب اسهال، تمام؟ طيب ان انت تاني حاجة ان انت تغير في مواد العلفة، التغيير المفاجئ في مواد العلفة، مثلا بتأكل فول صويا وبتأكل ردة وذرة، رحت غيرت مرة واحدة أكلت بلح وذرة وفول صويا وسمسم، دخلت مواد جديدة. عشان تدخل مواد جديدة لازم تدخلها بنسبة وتطلع القديم بنسبة، يعني تدخلها بعملية التجريد. لازم تراعي عملية دخول المواد أو خروج المواد، عملية التجريد، تمام؟ وما تدخلش الحاجة المفاجئة لأنها تسبب معاك عملية إسهال. طيب ده الإسهال بسبب التغذية. طيب في حاجة تاني، إسهال بسبب الديداء، العجل اللي في الكرش، اللي في الكرش بتاعه أو في الكبد كميات كبيرة من الديدان، هيسبب عملية إسهال عندك، تمام؟ والديدان بتخلي عملية الإسهال مزمن، تمام؟ فلازم أنت عشان تحل المشكلة دي لازم تجرع العجول من الديدان. ولابد انت بدأت دور التسمين، اول حاجة تعملها انك تستقبل العجول على حكم مضاد حي وسعة المفعول والتجريع من الديدان. ده شيء اساسي. طيب احنا بنقول السبب والعلاج. طيب ثالث حاجة، التلوث داخل كرش العين. التلوث ده ممكن يكون بسبب الاكل او بسبب المياه. طب اعرف ازاي احنا الاسهال ده بسبب التلوث؟ هلاقي ريحه البراز بتاع العجل عفنه، ريحه عفنه، يعني ريحتها كبيره، تمام؟ تاني، عند نزول الاسهال على الارض بيعمل ريمه، بيعمل رغوه كده، لما البراز ينزل على الارض بيعمل عمليه رغوه وريحته عفنه، ده بسبب التلوث في المعده. ممكن تدي مطهرات للمعده وهندي برضك مضاد حيوي، تمام؟ طيب رابع حاجه، الاسهال بسبب الفيروسات. والاسهال بسبب الفيروسات، مفيش علاج للاسهال بسبب الفيروسات، بس احنا بنقدم ادويه مساعده عشان نخلي مناعه العجل تقاوم وعشان العجل يتحسن من عمليه الاسهال. طيب ايه اعراضه عشان اعرف ان العجل ده مصاب بالاسهال بالفيروسات؟ هلاقي ضلوع العجل ظاهره وعيونه داخله لجوه، تمام؟ ومن علاماته برضك ان لفتحة الشرج، لو دخلت ايدك في فتحة الشرج هتلاقيها المستقيم بتاعها خشن. من المعروف ان المستقيم بيكون ناعم، لا هتلاقيه خشن. اذا لقيت المستقيم خشن والضلوع باينة والعيون داخلة لجوه، ده بيكون ديدان بسهال بسبب ايه؟ بسبب الفيروسات. طب ايه علاجه؟ جرعة برضك من الديدان ومضاد حيوي واسع المفعول. طيب هنتكلم
طيب تعال نقدم العلاج لو هو مضاد حيوي، ايه هو المضاد الحيوي اللي هقدمه لو هو عندي حاجه اسمها الاموكسيلين، الاموكسيلين وتترا سيكلين، التترا سيكلين والاموكسيلين. طيب دول بيتاخدوا من 10 الى 20 جرام لكل كيلو، تمام، وبيتاخدوا لخمس ايام متصلين على الريق، بيتاخدوا على الريق، تمام. ده المضاد الحيوي. طب المضاد بسبب الفيروسات اللي قلنا الفيروس ملوش علاج، بس بنحد من عملية الإسهال أو بنحد من الأعراض الظاهرة بسبب العدوى. طب نستخدم حاجة اسمها الريفاميسين أو الريافيرين، الريافيرين أو الريفاميسين. طيب بنستخدمه برضك بنفس المعايير من 10 إلى 20 جرام لكل كيلو، وبنستخدم لخمس أيام وبناخدهم على الريق، تمام. دي الأدوية مضاد حيوي بسبب الفيروسات او المضاد الحيوي بسبب الديدان او بسبب التغذية، تمام. ايه النصائح العامة اللي احنا ممكن نقدمها عشان نحد من عملية الإسهال؟ عملية الإسهال بتنزف الدورة، بتدمر الدورة، فلازم في ناس بتتفلسف وناس لو انت مش عارف تحلها في اول يوم لازم تدخل الطبيب البيطري على طول. طيب ازاي اقي نفسي واقي العجول من عمليه الاسهال؟ اول حاجه التاكد من العجول بتحصل على التغذيه المتوازنه، تغذيه متوازنه بتخلي العجل مناعته كويسه، وفي وادخل الاكل بالتجريد، لو هدخل علفه نوع علفه من نوع علفه تاني ادرج في عمليه دخول المواد الجديده، تمام. والعلفه الخضراء ما ادخلهاش مره واحده، ادرج في عمليه دخول. دي أول نصيحة. تاني نصيحة الحفاظ على نظافة المكان والمياه، كل ما بتحافظ على نظافة المكان والمياه ما بيحصلش تلوث في كرش العجل، ما بيسببش عملية الإسهال. طيب بعدها ايه؟ عزل العجول المصابة، أي عجول مرض بينتقل عن طريق التنفس أو زي الإسهال برضك بينتقل بسرعة، لازم أعزل العجول المصابة عشان أحد من عملية المرض، عشان أعرف أعالج العجول المصابة وأبعد الإصابة عن العجول السليمة. طيب عدم التأخر في اتصال الطبيب البيطري بيسبب إن المرض بيتحول من مرض عادي إلى مرض مزمن، تمام. في بعض أنت مش عارف تشخص إيه سبب الإسهال، اتصل بالدكتور، هتصرف 300 400 500 جنيه احسن من العجل يقعد يسال عندك 5 6 ايام بينسف اكل شهر او شهرين، بينسف اكل شهر او شهرين، تمام. الرعايه في الاكل، الرعايه في الميه، انت مش بتديها دي روح، مش بتجيبها بترميها وبس اكل ملوث وميه ملوثه وعايزها هي تحول لك، لا، الرعايه الصحيه، التغذية الكويسة، تجريع من الديدان. يا جماعة قلناها ألف مرة، أهم شيء التجريع من الديدان، استقبل عجولك على مضاد حيوي وتجريع من الديدان ورفع مناعة، صدقني مش هتصاب بمرض إن شاء الله، عجولك مش هتصاب بأي مرض، مضاد حيوي، رفع مناعة، التجريع من الديدان، أنت كده بترفع المناعة بتاعة العجول، المناعة اترفعت، وأكل كويس، العجول كل ما تأكل أكل كويس هتدي والتحويل هيبقى كويس والدورة هتبقى دورة ناجحة. أتمنى من السادة المشاهدين لو أنت استفدت بأي شيء اترك اسمك واسم بلدك في التعليقات واعمل إعجاب بالفيديو، ده دعمك لينا عشان الفيديو ينتشر، تمام. قناة براعة تسميد العجول والأبقار حلاب، شكرا لكم على حسن استماعكم.